بس دي عملية خطيرة يا سيدنا. بالضبط، راح نباغت الطواغيت بضربة موجعة مو حاسبين حسابها، وهن أكيد ما عندهم معلومة وجودنا هون. بس أكيد بعد العملية دي هيعرف. هذا هو الهدف، إنه نعلن عن وجودنا بمصر. ورد فعلهم أكيد هيمسحوا الصحراء عشان يدوروا علينا. إيه يا خطاب، هو أنت خايف ولا إيه؟ أبدا يا سيدي، أنا بس بفكر في المصلحة العامة، وإحنا عنينا الفترة اللي فاتت بعد عدة الهزائم المتكررة سواء في العراق أو من بعدها الشام، وإحنا مش حمل هزيمة جديدة في ميدان آخر. ما تشغل بالك بالمصلحة العامة، لأنك أكيد ما راح تستوعبها. هاي العملية جزء صغير من خطة كبيرة راح تغير شكل المنطقة كلها، والطواغيت بمصر من بكرة إن شاء الله ما راح يشوفوا يوم منيح. المهم الخطة تنجح، ما في مساحة للخطأ أبدا. ما تقلقش يا سيدي، عناصر الرصد واخدين أماكنهم وبيراقبوا الكامب، كل يوم بيطلعوا رحلة سفاري، إحنا بقى هنصطادهم وهم في طريق رحلتهم. تعرف شو أكتر شي بيهز النظام بمصر؟ قتل الأجانب، ضرب السياحة. راح نفتح عليهم أبواب جهنم مع الدول الأجنبية. أكيد أكيد يا سيدي. خلي السرية معك، نتواصل عليه، حافظ عليها. أمرك. عن إذنك يا سيدي. بتعمل ايه عندك يا اخ ابو عمر؟ يا خطاب، انا كنت جاي للاخ سياف. جاي للسيد سياف في الوقت المتاخر ده؟ وايه المشكله يعني؟ جاي له عشان اتكلم معاه. تتكلم معاه في ايه؟ انت نسيت مكانك ومقامك؟ يعني ايه؟ شوف ايه؟ الاخ ابو عمر جاي يتكلم معاك. خير يا ابو عمر؟ خير ان شاء الله يا سيدي. أنا كنت جاي لحضرتك بس عشان أقول لك إن إحنا سيبنا كل معدات التصوير هناك وتحركنا، وكل الخطوات اللي جاية ديت أكيد هتحتاج مننا للتوثيق. ما تقلقش يا أبو عمر، التوثيق حقيقي. خطتنا الجاية العالم كله راح يوثقها، ما راح نحتاج لمجهودك أبدا. في حاجة تانية شغلة بالك يا أبو عمر؟ لا يا سيدي، كتر خيرك. معناتها روحنا، بكرة قدامك نهار طويل وشاق. بالإذن سيدي. أنا مش مرتاح للولد ده. بالضبط، خلي عينك عليه لحظة بلحظة.